السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد، وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم لقمة القاضي، معروفة في الدول العربية باسماء مختلفة، اللي هي العوامة او لقمة القاضي او القيمات. كنتمنى تنال اعجابكم، وكنتمنى منكم تتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير. لاول مرة يزورنا يشاركوا في القناة ويفعلوا الجرس دائما يوصلكم الجديد. ننتقلوا نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. بسم الله، مع المكونات عندنا زلافة ونص ديال الدقيق من النوع الجيد، جوج معالق ونص حليب غبرة، جوج معالق سكر سنيدة والملح، جوج معالق الخميرة الفورية. يمكن تديروا حتى الخميرة الحلوة، ويمكن لكم تنسموا الفاني، مهم على حسب الذوق. غادي نخلطوا جميع العناصر مع الدقيق، حليب غبرة وسكر سنيدة ملح خميرة الفورية. مهم نخلطوا مزيان ونعجنوا بالماء ونضربوا مزيان حتى كتجي العجينة مرخية. مهم ضروري نطربوا العجينة مزيان مزيان مزيان، طرب مزيان حتى كتندمج حتى كتولي مطاطة. يمكن لكم ديروا لي هذه العملية وتغطيوها واحد شوية وعاود طربوها وعاود طربوها حتى كتشوفوها مرخية وزوينة. نطربوها مزيان تجي على هذا القوام، تجي على هذا الشكل، ونحطوها ونغطيوها بالبلاستيك الغذائي حتى تخمر. كتطرب العجينه مزيان مزيان وتكون على هذا القوام، ونغطيوها نص ساعه تقريبا. المهم حتى كتطلع حتى كتخمر، عاد ديك الساعه كنديروا الزيت حتى كتسخنوا ونحطوا فيها الكويرات. احنا رجعنا ملي خمرت لينا العجينه، المهم كنهبطوها بليت على هذا الشكل، وكنديروا الماء في الكاس ونديروا المقله كتسخن، وكنهزوا بواحد اليد وكنخرجوا الكويرات من يدينا، وكنديروا المعلقه في الماء باش ما تلصق مع العجينه، وكنقطعوا على شكل كويرات وكنحطوا في الزيت سخونه على هذا الشكل. ضروري من داك الماء نغطسوا فيها المعلقه باش ما تشد لينا العجين وترخي لينا العجينه بسهوله. ويمكن نمشيو على هذه الطريقه، ساهلين كيجيو منفوخين. هكا تعمري المقله، وديك الساعه كتحركيهم حتى كيتحمروا، وكديريهم يا اما كديري السيرو يكون ثقيل، اولا كتغطسيهم في العسل. والطريقة ديال السيرو غنحط لكم الطريقة ديال السيرو، اللي ما عنده العسل كيدير السيرو، واللي عنده العسل كيغطسهم في العسل بحال بحال. كما كتشوفوا الطريقة سهلة، معلقة في الماء ونقطعوا بها العجينة على شكل كويرات ونحطوا في المقلة حتى كتكون مقلة عامرة. مهم عاد ديك الساعة نحركوا حتى يتحمروا. من بعد كنبقاو نحركو فيهم على هذا الشكل حتى كياخذوا اللون الذهبي، وضروري من تحرك بحال هاد الطريقه باش ياخذوا واحد اللون، يكونوا محمرين كلهم، ما ياخذوش لون غير من واحد الجهه. هذه هي الطريقه باش غادي نحضر السيرو والمقادير، هما كاس ديال سنيده وكاس ديال الماء والطرف ديال الحامض او ديال البرتقال على حسب. المهم دابا غادي ندير كاس ديال سنيده في كاسروله ونكب عليها الماء وندير عليها دوك الطروفه ديال البرتقال ونطلعهم حتى كيوليو سيرو، عاد ديك الساعه نغطس فيهم القيمات. والسيرو خاصو يكون ثقيل.
وكما كتشوفوها هو السيرو. غادي نخلي حتى كيطبخ مزيان. ها هو السيرو ديالنا كيطبخ. المهم بغيتو يتنسم بدوك الطروفه ديال البرتقال حتى كيطبخ مزيان يولي سيرو. نحيدهم دوك الطروفه. الطريقه ديال السيرو هي هذه. المهم راه كلشي مفهوم، غير وكان تخلو السيرو حتى كيعقد شويه. المهم عاد ديك الساعه تغطسو فيه القيبات. بالنسبه للسيرو اللي بغاه كثير كيذوب المقادير باش يجي على قدو. ها هما القيمات. المهم اللي بغا يديرهم في السيرو اللي بغا يديرهم في العسل. المهم داكشي على حسب اللي كتوفروا عليه. كتعسلوهم مزيان ديك الساعه كديروهم يتقطروا، راه كيجيو غزال، كيجيو فنين في المذاق. غير جربوهم. غادي نقطروهم من العسل وتشوفوهم في اناء التقديم ان شاء الله. بالنسبه للتزيين اللي بغا الجنجلان كيديروا، هذا هو الشكل النهائي ديال القيمات او لقمه القاضي او العوامه. كنتمنى تنال اعجابكم وتستافدوا معايا، وما تنساوش الا عجبكم الفيديو ديروا لايك وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. وشكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.